يا ماجد انت فين؟ طب يلا انا داخل عليك. يلا انا جاي لك. يلا يلا فك نفسنا شويه. يلا باي. ايه ده ميران؟ امشي 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 امشي. مين؟ هاري السود. ايه رايك في المفاجاه دي؟ مفاجاه دي وزفت ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ بصراحه كده حسيت ان انا عايزه اتكلم معاك شويه. اتكلم معاك شويه؟ مجنونه دي ولا ايه؟ دلوقتي؟ اه دلوقتي. طب معلش يا ميران اصلي يعني اصل كنت خارج يعني. اتفضلي اتفضلي. يعني عندك ميعاد مهم يعني ولا ايه؟ مش ميعاد مهم ولا حاجه يعني بس. طيب خلاص نقعد مع بعض نتكلم وبعد كده تروح الميعاد بتاعك، ايه رايك؟ انا اسف يا ميران مش هينفع، انا مراتي مش هنا. ايه ده؟ يبقى انت خايف مني. لا يا ستي خايف منك ايه بس؟ ده انا مرعوب قصدي يعني. يا ميران انا راجل بحترم نفسي وبحترم الست اللي انا متجوزها. هو انا قلت لك تعالى نعمل حاجه غلط؟ يا نهار اسود غلط ايه؟ وفي غلط اكتر من كده؟ امسكي بس حاجه تقع منك يا ستي. يا ميران وجودنا لوحدنا دلوقتي اصلا غلط. يبقى انت خايف منها؟ ها؟ لا يا ستي انا مش خايف منها ولا حاجه. يا ميران هي ما تعرفش انا بعمل ايه دلوقتي وعمرها ما هتيجي دلوقتي، بس انا يعني راجل بحب يعني الحياه الكويسه والصح وعشان كده بحب اعمل كده. وانا كمان. انت كمان ايه؟ انا كمان بحب اعمل اللي انا بحبه زي ما انت بتعمل اللي انت بتحبه. يا نهار اسود علينا. يلا يلا يا مران يلا عشان الشيطان شاطر وقت اتاخر. يلا حبيبتي يلا. مالك يا معلم مكبر الموضوع كده ليه؟ انا فعلا جاي اتكلم معاك شويه. ده وقته كلام يا مران دلوقتي. فاكر مكالمه التليفون يعني اللي احنا اتكلمناها من شويه؟ فاكر زفت. حسيت بعديها ان انا مرتاحه قوي. مالها دي؟ وبعدين كده يعني انا اول مره اكلم حد واحس من جوايا انه صيفي جدا جدا. صيفي؟ عارف شويه كلام اللي انا قلته لك خلاني احس كده بحاجات عمري ما حسيتها قبل كده. حاجات ايه؟ انت هتودينا في داهيه يا دي النيل علينا. عارف يا احمد احنا لا بنعذب روحنا واللي يعذب روحه يستاهل اللي جراله. ساتر والله العظيم انا فاهم حاجه. الدنيا مفتوحه بتدي كل واحد اللي هو عاوزه واللي هو نفسه فيه. عايز تبقى فرحان هتبقى فرحان، عايز تبقى زعلان هتبقى زعلان، بس اهم حاجه تشيل من دماغك اي حاجه بتضايقك. والله عندك حق. عايز اسالك سؤال. رايحه فين؟ اتفضلي اسالي. بس انا سالته لك قبل كده. مش مشكله يا ستي اسالي تاني ما احنا فاضيين بقى. انت بتحب مراتك؟ بحب مراتي قوي والله العظيم. ما تجاوبش بسرعه. انت دلوقتي لابس ومتشيك وخارج تخرج بره تتعشى. لو كنت بتحبها كنت سالت عليها، كنت قلت لها تعالي اخرجي معايا. ما انا يعني بصراحه يعني كده لما بكلمها بتقول لي كلام يضايقني، وحتى يعني لو قالت لي كلام كويس تحسسني هي بتقوله لي بالعافيه. يبقى مش بتحبها. اقول لك ايه بس، اقول لك على حاجه يا ميران. زمان كانوا بيقولوا لنا ان اللي بيشك في الناس وما بيثقش في حد بيكون هو نفسه بيعمل حاجه غلط، وعشان كده مش قادر يثق في حد وشايف الناس كلها زيه وخايف لاي حد فيهم يعمل فيه زي ما هو بيعمل في غيره. هو انت بتشك في مراتك؟ انا عمري ما كنت بشك فيها، بس شكها وعدم ثقتها خلاني اقعد افكر واقول هي بتعمل كده ليه؟ ليه شايف الناس كده؟ ليه شايفاني على طول خاين؟ ما لقيتش غير سبب واحد، ان هي اكيد بتعمل حاجه غلط عشان كده فاكراني زيها. طب ممكن نبطل نتكلم عنها؟ يا ريت. انت قلبك قفل من ناحيتها. اه طالما مش طايق سيرتها يبقى قلبك قفل من ناحيتها. طب ممكن بقى لو سمحتي نغير الموضوع ده ونخرج بقى من هنا؟ ايه ده؟ هو انت مش هتعزمني على حاجه ولا ايه؟ يا دي النيل علينا. ايه ده وانا تقيله قوي كده؟ تقيله ايه بس يا مران؟ بالعكس. بالعكس ايه؟ يا مران وجودنا دلوقتي مع بعض كده غلط. ما انا مش عايزه اروح دلوقتي، هروح بقى اقعد لوحدي وكده. تقعدي لوحدك ليه؟ هو انت عايشه لوحدك؟ اه. امال اهلك فين؟ بابا مسافر وماما واخويا الله يرحمهم بقى. الله يرحمهم. انا اسف يعني اني فكرتك. لا مفيش مشكله. مفيش مشكله ايه؟ انت
تعملي ايه تاني بس؟ هولع في الشمع ده. ايه في ايه؟ يلا نرقص. يلا. هو انت كنت بترقص مع مراتك؟ ميرفت نسيت الكلام ده من زمان قوي. هو انا ليه حاسة كده انك شاعر؟ وانا بحب الشعر فعلا. بجد؟ طب ما تقولي حتة صغيرة. لا اكيد يعني مش هعمل كده. ليه؟ مش عارف يعني ميران، بس يعني مش مستعد. بلاش. ايه ده؟ هو الشعر كمان محتاج استعداد؟ يعني مش في المود كده. طب قولي حتة صغيرة بليز بليز. صممة يعني؟ عشان خاطري. حاضر يا ستي. يقول الناس يا عمري لأنك سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني. ترى هل ستقول يا عمري يا عمر عمري بأنك كنت تهواني حبيبي؟ كيف تنساني؟ انت عارفه ان انا بقالي كتير قوي ما عملتش كده. وانت عارف ان انا اول مره ارقص مع حد. انا مستغرب قوي جرأتك يا ميران. وانا مستغربه برضو ان انت رفضت ان انا اقعد معاك من الاول. انت عارفه انا ممكن اقعد قد ايه حاسس بالذنب على الرقصه دي؟ ليه كده؟ يعني علشان مراتك. شخص غريب بالنسبه لك صح؟ بالعكس، انت شخص طبيعي جدا، وانا عارفه ان انت مش ممكن تعمل اي حاجه لما تكون حاسسها. ميران، انا بحب مراتي جدا. بس انت حاسس ان هي مش بتحبك وان هي خدعتك. للاسف ده حقيقي. طب ليه حاسس كده؟ كل اللي كانت بتقوله قبل الجواز اتغير بعد ما اتجوزنا.